مساء الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي أوجه هالرسالة إلى السيدة الفاضلة فرح الأتاسي. حضرة السيدة الفاضلة، بعد ما سمعتك على الفضائيات بالطريقة اللي عم تحكي فيها، من هون أخذت المبادرة وكان عندي الجرأة إني أوجه لك هذه الكلمة. رئيسة الوزراء في إنجلترا مارغريت تاتشر بيجوا لعنده وبيقولوا له، أحدهم بيقول له أوي مين عليك؟ قلت له مين إني؟ قال له الرجال. قلت له أي رجال؟ قال له الرجال تبع حزب المحافظين. قلت له هول اللي بيشخوا بالفرشات هني ونايمين بالليلة. سيدي فرح الأتاسة، من البيت بيجيته ينهار، هي أم البيت، هي اللي بتنقص البيت، وهذا التاريخ علمنا إياه، مش رجل البيت، أم البيت. مشان هون بدي وجه لك هالكلمة، اللي أنت بنت البيت السياسي الكبير، بنت العائلة السياسية الكبيرة بتاريخ سوريا، أنت الأم السورية الأولى، أم هالناس اللي موجودة بالسجون، أم هالناس اللي ماتت، هالأبرياء الوطنيين الكبار، هالشعب العظيم بهالثورة الكبيرة، أنت أم الناس اللي قاعدين بالمخيمات عم بيتبهدل الشعب السوري بهالشكل هيدي. من خلالك كمان الشعب الفلسطيني قال له قاعدين بلندن، قال بيكتب مقال هيك، بيحط ولاده بأحسن جامعات، عنده أحلى بيت، تحية لمال النفط العربي، بيصير يحكي هيك كلام كبير والشعب الفلسطيني عم بيتمرمر وعم بينظلم بالمخيمات كمان. سيدي فرح، كل هذا جنيف كذب بكذب بكذب، واستانا كذب بكذب بكذب. الدولة الوحيدة اللي فرضت احترامه، وهالشعب الكبير اللي فرض احترامه بهالشكل على الكرة الأرضية، هذا شابو له واحترام، وهو الشعب اليهودي الكريم، الاحترام اللي فرضه بالكرة الأرضية. مشين هيك دول كبيرة بتعرفي أكتر مني، ما بيقطعوا خيط بالشرق الأوسط بدون رضا دولة إسرائيل، وعارفي هالشي. الإيرانيين ما بيرجعوا فشخة عن مشروع تهديم المنطقة وتفتيته. انتي بتعرفي سيدي بوزنك اللي بتقرأ وبتفكر، وبنقدر نخاطبها بروح العقل، لأنه سمعناك الطريقة اللي عم تحكي فيها على الفضائيات. مشان هيك برجع بكرر، كان عندي الجرأة اني اعمل هالفيديو. سيدي فرح، لا حل لنا الا بدولة اسرائيل، والشيء اللي بده ينفرض علينا ليكي هلا تيطولوه، عملوا منصة جديدة، منصة بيروت، وخده عملوها بلبنان 40 سنة، هيدي لا وهيدي ايه. اخر شيء على رفيق الحريري، يقوموا له قول مشاغبين سليمان فرنجي وإلي حباي او ميشيل سماحه، وشفنا كيف. ونفس الشيء هول المنصات، إيه لا ما بنقبل هيك، هذا ماله هيك. بيطلع باخر المطاف، انتو الوطنيين السوريين، هذا الوفد العظيم الممثل بالائتلاف وبالهيئه العليا للمفاوضات، بتصيروا انتو الخونه. شفناهم كيف خبوا، جابوا، ما حدا علم كره أمريكا إلا نظام حافظ الأسد وهيئ الناس عليه. لما جاب بده يستعمل الناس، كلنا شايفين شو اللي صار، وفوتن على العراق، واللي جاب نحطن بالسجون، ضل منيم انت طلع عن اسم داعش.
شايفينها كلنا قدامنا، ما هو المطلوب مني؟ وبرحكي عن الفلسطينيين، الأخوة الفلسطينيين اللي هني بقلبنا كمان. بدنا ننفتح على دولة إسرائيل، وما حدا بيقدر يقوم بهالعمل إلا أنت. ماذا عنا أن نعرض للإسرائيليين؟ ببساطتي أنا، أنتوا أهم مني. نحنا منا شيء قدام العقل السوري. أنا بقول من عندي، سيكس بيكو عتا 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 الجولان لسوريا، وأخذ منن الأقضي الأربع عتوهن للبنان، ولواء إسكندرون عتوه للأتراك. أنا بقول بدها مرجلي منك وتقولي الجولان ليس سوريا، هو للدولة الحالية. كانت قبل شو كان فيه العثمانيين 800 سنة بلاد الشام، إذا كله مزبوط. الآن الدولة الإسرائيلية الموجودة، هذا الجولان هو للدولة الإسرائيلية، والأقضية الأربعة هي للسورية، ولواء إسكندرون لسوريا. من هان اقلبي هالطولة هيدي كلها. نحن منقدر نعطي الإسرائيليين أكثر من كل الناس ما بتقدر تعطيهم. النظام الإرهابي بإيران وبسوريا وحزب الله والحشد الشعبي عم بيعطي الدمار. نحن منقول الجولان. نحن تاني لغة بمدارسنا بدها تكون العبرية. هذا عم بيعطي نظريات من عنده، ولكن أبداً. لأنه بآخر المطاف شو التخطيط اللي وضعته دولة إسرائيل بده يتنفذ على الأرض بدول الهلال الخصي. أنت عارف هالشي وأنا عارف هالشي، أنت عارف هالشي. بده موقف من هالباب، لأنه هلا هن رجعنا منصات وجبنا قال جهاد المقدسي كمان إحدى المنصات. شو قال؟ قال ما حدا كير يكبر براسه، قال بده ينفرض بالآخر علينا من الدول الكبيرة، والدول الكبيرة ما رح تقطع شيء بدون دولة إسرائيل. كتير بيهاجموني ليش بتباهى بدولة إسرائيل، لأنه فعلا هذا الاحترام اللي فرضوه على دول على الكرة الأرضية، احترام بشكل مو معقول. هذه الدولة اللي عملوها لما انكمشوها هالرجالات الكبيرة، ما التهيوا لا بالجرافاتات ولا بالطقومة ولا شيء، تشوف يفوتوا على مجلس الوزراء لابسين نص كم، ولا بوهرات ولا شيء. لأنه الأم اليهودية تعبت على أولادها، كانت تخبي حبة الشوكولا ما تشتريها، تتودي ولد يعمل موسيقي كبير أو يعمل محامي كبير أو يعمل طبيب كبير. نحن بدنا نغير عقليتنا. هلأ الآن نحن بهالوضع اللي نحن فيه محتاجين إلى قيادة مرة مرة مرة. لا تغلطي غلط 14 أدار. 14 أدار أهم ثورة بلشت، ثورة على طريق السيد المسيح، ما ضرب كف السيد المسيح الحدى، ما حمل بارودي ضد حدى. ليكي وين وصل هالثورة تبعها؟ ثورة 14 أدار لم تخبو السيدة نيلة معوض رئيسة الجمهورية، فورا آنذاك عملت حرس جمهوري في 10,000 شاب فاتوا على الحرس الجمهوري، كان طلع لل30,000 ولل60,000. كانت عملت ميزان القوى بين وبين النظام الإرهابي بإيران وسوريا حزب الله. ليكي وين وصلنا. انت بتعرفي سيدي فرح، انا اؤمن بنظرية ميزان القوى. ميزان القوى الان هو لدولة اسرائيل مش لألنا. مشان هيك ارجوكي انت ام الرجال، انت ام الرجال، انت ام دولة سوريا واطفال سوريا، انت ام من وحدك اللي بتقدري توقفي. بتمنى عليكي، ما بعرف، تجتمعي مع بعض المفكرين وتقولي ما هي مصلحتنا مع إسرائيل، وهل مقتنعين فيها على أن دولة مهمة؟ تحطوا 10 أسئلة، وكل سؤال تقعدوا عليه تدرسوه على الجرام
وبالآخر خدوا قرار اللي بتريدوه. قال في ناس ما بيسمعوا لي ليش بحكي بقيادة إسرائيل وبقول تحية لإلهم وقت اللي بتتفرجي على دولة إسرائيل كيف عامليني. ليش ما عملنا مقبل إن إحنا هيك دولة؟ وينيه؟ وينيه؟ كي هذا الواقع؟ قال الرئيس شيمون بيريز، قال العرب ما بيشوفوا الواقع. أنت أم سوريا، عندي بصيص أمل بعد ما سمعتك على الفضائيات، عندي بصيص أمل من خلالك لهالأمة. وإلا شايفي لوين رايحين؟ منصات، خدي منصات، منصة سليمان فرنجي ومنصة إليح باي أو منصة ميشيل سماحة، دوخوا رفيق الحريري، دوخوا حكومته، ومنصة إيميل لحود ومنصة، وخدي وعدة. شكرا وألف شكر سيدي فرح الأتيسي.